السلام عليكم، معكم رغد أبو وربية من Solver to be Team. سؤال اليوم اسمه Replacement، موجود على الكود فورسز. السؤال بيحكي انه في عنا string، هذا ال string مكون من أحرف ومن dots. المطلوب منا انه ما بده two dots يكونوا جنب بعض، بده كل مجموعة dots جنب بعض، كل تنتين منهم يعملهم replacement بدوت واحدة، وهذا الاشي رح ياخد cost واحد. المطلوب انه نطبع له قد ايه اقل كوست ممكنة لانه ما يضل اي تو دوتس جنب بعض. بس الفكرة من السؤال انه رح يعطينا كويريز، عدد من الكويريز عددهم ام، وبكل كويري رح يعطينا اندكس معين وقيمة جديدة. رح نبدل القيمة القديمة اللي موجودة بالسترينج بقيمة جديدة، وبهاي الكويري نطبع له قديه الكوست الجديدة اللي بهذا السترينج صارت قديه، وبعدين نرجع بالكويري اللي بعدها برضو نحط قيمة جديدة ونرجع نطبع له الكوست الجديدة للسترينج، وهكذا. ممكن انه حدا يحكي عادي كل مرة بنلف على السترينج بنحسب قديه كل مجموعة بدها كوست وبنغيرها بكل كويري، بس المشكلة انه ال n ممكن تكون 3 × 10^5، والام ممكن برضو تكون 3 × 10^5. هذا الحل الكومبلكسيتي له ان تربيع، او يعني ان ضرب ام، فممكن تكون 9 × 10^10، وهذا الرقم كتير كبير، فاكيد رح يعطي تايم ليمت اكسيدد. فهيك فلازم رح نضطر انه نلاقي طريقة تانية. هلا الطريقة كيف رح تكون؟ بالسامبل تيست كيس الأولى عنا هذا السترينج، بأول كويري طلب منا إنه نغير أول إندكس ب H، فصف عنا هذا الجروب وهذا الجروب. هذا الجروب راح يحتاج كوست إنه يعني operation واحدة لحتى نحوله لدوت واحدة، فراح يصير عنا هيك السترينج. وبعدين المجموعة الثانية راح تحتاج إنه أول تنتين هنحولهم لوحدة، وبعدين رح ناخد الثالثة مع الدوت اللي طلعت معانا، هاي تاني operation، وبعدين الرابعة مع اللي طلعت معانا رح نحولها لوحدة، وهي ثالث operation. فصفى احنا عنا operation واحدة بهاي المجموعة وثلاثة بهاي المجموعة، صفى انه احنا بهاي الكويري احتاجنا 4 operations. نفس الاشي بالكويريز اللي بعدهم رح نتبع نفس الاسلوب، بس الفكرة انه بكل جروب احنا فعليا عدد الاوبريشنز لحتى نحولهم لدوت واحدة هو بيساوي عدد الدوتس ناقص واحد. هون احتاجنا اوبريشن واحدة اللي هو 2 ناقص 1، هون احتاجنا 3 اللي هو 4 ناقص 1. فاحنا بكل بساطة ممكن كل جروب مجموعة دوتس ناقص واحد، فلو هذا الجروب مجموع الدوتس وهذا الجروب مجموع الدوتس، فلو احنا جمعنا كل مجموع الدوتس اللي بكل السترينج وطرحنا منهم وحدات بعدد الجروبس، ففعليا طرحنا منهم عدد الجروبس، احنا هيك طلعنا الكوست تبعت السترينج الواحد. بس كيف احنا ممكن انه ما نضطر كل مرة نرجع نجمعهم من اول وجديد؟ ممكن انه احنا نحسب عدد الدوتس وعدد الجروبس مرة واحدة، وبكل مرة بتتغير هاي القيمة، يعني بكل كويري رح نشوف ايش التغيير اللي حصل. اذا نضاف الدوت بنضيف واحد على عدد الدوتس، اذا نقص الدوت بنطرح واحد من عدد الدوتس. والجروبس رح نشوف كل الكيسز. اول اشي هلا لو احنا اعطانا مثلا هذا الاندكس نغيره لحرف لدوت قصدي، ما رح يغير اشي على الكوست، ما غير اي اشي. لو هذا الاندكس اعطانا نغيره لحرف تاني مثلا زد اي سي، برضو ما رح يفرق معانا لانه ما اثر على جروبس الدوتس. اللي رح يفرق معانا انه لو كانت دوت مثل هيك وغيرناها لحرف، ولو كان مثلا حرف وغيرناه لدوت، بهاي الحالات رح يفرق عنا. كيف رح تكون هاي الحالة؟ إذا كان
حرف وغيرناه لدوت في 3 حالات إله، إنه إذا كان الحرف هذا بين 2 دوتس وإحنا حولناه لدوت، فعليا إحنا رحنا ربطنا المجموعة هاي مع المجموعة هاي بجروب واحد، فكان عندنا هون جروبين، بس لما حطينا هون دوت نقص عدد الجروبس واحد. وفي حالة تانية إنه لو كان مثلا الحرف زي هون على طرف مجموعة، فلو حطينا دوت هو فعليا ما أثر إشي على عدد الجروبس لأنه هو على طرف الجروب. وفي حالة تانية إنه لو كان مثلا بين حرفين زي هذا السترينج، لو كان الحرف بين حرفين ورحنا إحنا حولناه لدوت، إحنا فعليا أنشأنا جروب جديد، فهيك عدد الجروبس زاد. نفس الإشي لو كان عندنا لحتى نكتب الكود دوت بالحكي اللي حولناها حكيناه قبل لحرف. شوي بس بداية جوا المين ميثود رح نعمل object من البفرد ريدر ورح نسميه input، ونبعت له input stream reader. بعدين رح نقرأ أول سطر من ال input اللي هما رح يكون قيمة ال n وال m، رح نقرأهم باستخدام ال input read line الموجودة جوا، يعني ال read line الموجودة جوا ال string ال buffered reader. هيك رح يكون عندنا string، لحتى نقسمه لل يعني لل inputs اللي بدنا إياهم رح نستخدم ال string tokenizer، نعمل منه object، وبعدين نصير نستخدم ال next token method اللي فيه. لما نحكي st.next token رح يرجع لنا التوكن اللي احنا بدنا اياه بس على شكل string، فلحتى نحول من string لل int اللي احنا بدنا اياه رح نستخدم ال parse int اللي موجود جوا ال integer class. بعدين رح نقرأ string عادي برضو باستخدام ال read line ونخزنه جوا string عادي. بعدين رح نعمل boolean array. هاي ال boolean array لحتى نخزن فيها السترينج اللي احنا عنا اياه. ليه استخدمنا بولين اري؟ المقارنة بتصير اسهل وتبديل القيم اسهل. ف بعدين رح نعمل 2 integers لعدد الدوتس ولعدد الجروبس اللي موجودة ب يعني groups of dots اللي موجودة جوا السترينج تبعنا بالبداية. بعدين رح نعمل فور نلف فيها على عدد، يعني نلف فيها على السترينج اللي احنا عنا اياه لحتى نحسب عدد الدوتس ونحسب عدد الجروبس ونعبي البولين اري اللي احنا عنا اياها. رح نعمل فور لوب تمشي من الصفر لل n minus 1 اللي هو السايز تبع السترينج اللي احنا عنا اياه، ونعمل تشيك إذا الكاركتر اللي إحنا واقفين عنده بيساوي دوت، فإذا رح نزيد عدد الدوتس بواحد دوت بلس بلس، و رح نعبي البوليان أري ديل اي بلس 1 equal true. ليه اي بلس 1؟ إحنا حطينا السايز تبع البوليان أري بيساوي ان بلس 1 لحتى يكون يعني نستخدمها كبيس 1 مو بيس 0، لأنه هو رح يدخل الأرقام كبيس 1 مو بيس 0. بعدين لحتى نعرف إذا هاي بداية جروب أو لا، هاي الدوت ببداية جروب، لحتى إحنا نحسب كل بداية جروب بنزيد عدد الجروبس بواحد. فإذا كان الاي 0 فإذا الدوت أكيد ما في إشي قبلها، فهي أول دوت بهذا الجروب، فرح نضيف عدد الجروبس بواحد. وكمان إذا الكاركتر اللي موجود بالسلة اللي قبلي، يعني or إذا الكاركتر اللي موجود بالسلة اللي قبلي ما بيساوي dot وأنا dot، فإذا أنا أول dot موجودة بهذا الجروب. بعدين حننتقل لحل الكويريز اللي إحنا عنا إياهم. بالبداية عملنا string builder لحتى نخزن فيه أجوبة كل كويري، وبعدين نتبع string builder مرة واحدة، لحتى مو كل مرة نتبع string builder بكل query، لأنه هذا إشي رح ياخد كتير وقت كبير لأنه ال system.out.print بطيئة. بعدين رح نعمل integers لل index ولل character اللي رح يدخل لنا إياهم. بعدين هلأ رح نحل كل query على حدة، فرح نعمل for loop
تلف ام من المرات، كل مرة رح نفوت رح يعطينا سطر فيه الكويري، فرح احنا نقرأ سطر عن باستخدام ال input read line، بعدين رح نعطيه لل strength tokenizer زي ما عملنا قبل شوي، بعدين رح نحكي انه عشان ناخد التوكنز ونخزنهم جوا الاندكس والكاركتر، الاندكس رح نعمل نفس ما عملنا فوق بالضبط، st.next token نبعتها للبارس انت الموجود جوا الانتجر، والسي راح السي هي بدها كاركتر، النكست توكن راح يعطينا سترينج، فرح نحكي له الشار ات زيرو، فرح يعطينا الكاركتر اللي موجود بالاندكس زيرو بهذا السترينج. بعدين حكينا البولين، بدنا نخزن، بدنا نعمل تو بوليانز نخزن فيهم القيمة الجديدة للكاركتر الموجود جوا الاندكس هذا، والقيمة القديمة اللي موجودة جوا القيمة القديمة اللي كانت موجودة جوا هذا الاندكس. القيمة الجديدة اخذناها من هل السي بساوي دوت، اذا فحنخزن ترو جوا ال A، اذا لا رح نخزن فولس جوا ال A، والقيمة القديمة الحرف القديم اللي كان موجود هو اوريدي مخزن جوا البولين اري، فرح ننادي عن طريق دي الاندكس اللي احنا عندنا اياه ونخزنها جوا البي. حكينا انه احنا في حالة واحدة رح نستخدم فيها انه رح نعمل تشيك عليها، اللي هي اذا ال A ما بيساوي ال B، يعني كان عندنا دوت حطينا حرف، واذا كان عندنا حرف حطينا دوت بداله. بعدين احنا تأكدنا انهم ما بيساووا بعض، رح نفوت رح نغير قيمة الدي اللي موجودة بالاندكس هذا للقيمة الجديدة تبعتها عن طريق دي الاندكس بيساوي ايه. بعدين عنا حالتين، هدول الحالتين، اول حالة اذا كانت ال A اللي احنا عنا اياها بتساوي دوت، والحالة الثانية إذا كانت ال A اللي عنا إياها هي مو دوت. إذا كانت دوت، أول شي رح نعمله إنه رح زاد عنا عدد الدوتس الجديدة، كان عنا حرف وغيرناه شلناه وحطينا الدوت مكانه، فإذا عدد الدوتس اللي عنا بالسترينج زاد. هلأ بدنا نشوف شو التغيير لعدد الجروبس اللي صار عنا بالسترينج الجديد. أول شي، أول كيس انه اهم شيء احنا بدنا نعمل تشيك لكل السترينج، وبعدين نعمل تشيك لاخر سل موجودة بالسترينج لحال لحتى ما يصير عندنا اكسبشن. فرح نحكي اذا الاندكس ما بيساوي ان، فاحنا لسه ما وصلنا لاخر الاري، بدنا نعمل تشيك على السل اللي قبلي والسل اللي بعدي، اذا كانوا التنتين دوتس عن طريق البولين اري دي الاندكس ماينس 1، اذا رجعت ترو فاذا انا اللي قبلي دوت، واذا اللي بعدي كمان دوت، فالعجيهتين كانوا دوتس وانا اللي بالنص بيناتهم كنت حرف وغيرتها لدوت، فاذا ربطت المجموعتين مع بعض فصار عدد الجروبس قلبي واحد. الحالة الثانية اذا التنتين اللي جنبي احرف وانا كنت حرف وصرت دوت، فإذا عدد الجروبس زاد واحد. الحالة الثالثة إنه آخر سل هي نفس الحالة هذه، بس آخر سل بس رح أعمل تشيك على اللي قبلي، إذا كان اللي قبلي حرف وأنا حرف وغيرت، يعني غيرت اللي أنا فيها للدوت، فعملت مجموعة جديدة فعدد الجروبس زاد واحد عن طريق جروبس بلس بلس. بالحالة الثانية إذا كان حرف مش دوت، رح عدد الدوتس ينقص واحد لأني أنا شلت دوت وحطيت حرف جديد. نفس ال statements اللي قبل، إذا كنت أنا يعني بس بالعكس، إذا جنبي تنتين يعني رح نحكي f index ما بيساوي ال n، بعدين إذا دي ال index minus one يعني اللي قبلي واللي بعدي دوتس وأنا كنت دوت وحطيت حرف، فإذا عدد الجروبس زاد. else if الحالة الثانية رح يكون عدد الجروبس L، والحالة الثالثة برضو عدد الجروبس L.
آخر شي كل كويري، يعني قبل ما تخلص اللوب تبعت الكويري، اللوبس تبعت الكويريز، تمام، راح أضيف بآخر السترينج بلدر الجواب تبعها، عن طريق حكينا إنه راح نحكي عدد الدوتس ناقص عدد الجروبس، وبعدين بالنهاية نيو لاين كاركتر. بالأخير بعد ما يخلص كل الكود راح نحكي print للانسر اللي عندنا، اللي هو السترينج بلدر. راح نعمل submit للكود دغري، بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لحتى توصلكم باقي الفيديوز من القناة ومني كمان. كانت معاكم رغد أبو غربية.